ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم أسامة أبو بكر عثمان، مسؤول الاتصال الإعلامي بالهلال الأحمر السوداني. أهلا بك سيد أسامة. بداية، كيف تصف لنا الوضع الإنساني المتردي حتى الآن جراء الوضع الراهن؟ طبعا الوضع يظل الحال كما هو، الوضع في تردي كامل على القطاع الخاص، على قطاع المستشفيات، على قطاع البساتين الموجودة، على مستوى المعاناة اللي بيعاني منها المواطنين من إغلاق كل المواد التموينية والمتاجر، رغم إن في انفراجة حصلت يعني 5 أيام الماضية نسبية مكنت قطاعات كبيرة من الناس من نزوح خارج العاصمة تأمينا لحياتهم، لكن يظل الخطر موجود لأنه في أحياء معينة فيها أعمال عنف كبيرة جدا واشتباكات. ما في تحديد، يعني ممكن اليوم تكون في منطقة معينة فيها اشتباكات، بكرة تكون المنطقة الثانية. عموما الوضع يعني مأساوي جدا، مما أدى لنزوح أعداد كبيرة جدا إلى خارج العاصمة شمالا في كل المدن الشمالية وصولا إلى مدينة وادي حلفا حيث الناظر إلى جنوب مصر العربية، وجنوبا لحد حدود جنوب السودان في كل المدن دي، وشرقا حتى البحر الأحمر وحدود دولة أثيوبيا وإريتريا، إضافة إلى أعداد كبيرة جدا من اللاجئين التي لجأت إلى دول الجوار وأبرزها الشاد ومصر ودولة جنوب السودان. طيب، هناك جهود دولية يعني أممية منها، وأيضا على مستوى منظمات إنسانية دولية أيضا يعني كمحاولة لمساعدة أو تسهيل المساعدات الإنسانية بداخل السودان. برأيك سيد يعني أبو أسامة، الهدن التي يتم التوصل إليها بين الطرفين، هل تسهل يعني عليكم القيام بعملكم؟ نسبياً بتسهل، ما في شك، لكن احنا طبعا ما عايزين الهدن المتقطعه، لان احنا عندنا النظام العمليات الانتباه الى الاحمر السوداني والمنظمات الشريكه لنا بنعمل عمليات بخطه شموليه وفيها خطط تسهيليه، يعني عشان احنا نقدر نشتوي الموقف كله. الهدن دي هدن متقطعه طبعا، وما ما 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 بتعين كل انحاء المدينه العاصمه، وبالتالي بتخلينا نشتغل صح نستفيد منها، لكن بتكون شنو؟ عباره عن يعني خطط مرحليه، يعني فرض الواقع يعني. طبعا بالنسبه للمساعدات الخارجيه، نحن وصلنا مساعدات من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر اللي هي 8 طن من المساعدات الصحيه والطبيه وصلت ميناء بور السودان زي ما حضرتكم عارفين، وفي حاليا سخنه ثانيه مماثله من اللجنه الدوليه حيتم توزيعها في المستشفيات، وابرز الخرطوم لانه مستشفيات الخرطوم بتعاني الارهاق الاكبر يعني. الاشياء الجاده هي اشياء مناسبه للاحتياجات المطلوبه في المستشفيات بفضل البعثه تحت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في السودان، عارف الاحتياجات تمام وشغاله بتنسيق تام مع جمعيه الهلال الاحمر السودان. سيد أسامة، هل تتمكنون يعني من الوصول للمناطق المتضرره بسهوله؟ يعني تقصد داخل الخرطوم ولا على مستوى السودان؟ على مستوى السودان وداخل الخرطوم تحديدا التي تشهد يعني عنف المعارك. يلا، على مستوى السودان في الولايات كلها وفي المدن فيها يعني عمليات عسكريه بنصل الى حد كبير الى معظم المناطق، لان دي بتخضع لاتصالاتنا مع قيادات طرفي النزاع في تلك الاماكن، ودائما الناس لما تكون بعيده من الخرطوم في اماكن معينه سهولة التوصل لاتفاقيات جزئية خاصة بس بتحديد مسارات عاملة تكون أسهل من التنسيق مع القيادات في الخرطوم على مستوى السودان. نحن برضو يعني بنقدر نصل مناطق معينة، لكن في النهاية لو في أي خطر على الكادر بتاعنا، الكادر بتاع الهلال الأحمر المتطوعين أهم شخصيات بنحافظ على حياته. يعني حتى الساعة سيد أسامة، هل يمكن حصر أعداد الضحايا والمصابين حتى الآن بالعاصمة السودانية؟ لا، ما بنقدر نقول الا انه هم بالمئات، لكن ما عندنا احصائيه رسميه لا لاعداد الضحايا المتوفى او اعداد الجرحى والمصابين، لا نعتمد بس على الاحصائيات اللي بنعملها نحن او اللجنه الدوليه للصليب الاحمر مثل هذه الحاله. أسامة أبو بكر عثمان، مسؤول الاتصال الإعلامي بالهلال الأحمر السوداني، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.